مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده يمكن انا ابتدينا اليوم النهارده بطريقه مختلفه. حادث غريب حصل من غير ما نفهم اي حاجه. صعب من الحوادث دي ان انت تبص عليها بشكل عادي لانها حادثه مش سهله. يعني ايه عربيه تبقى ماشيه تخبط في كوبري توقع الكوبري؟ فالموضوع فيه حاجه تخضك. الصبح لقينا خبر بيقول ان عربيه من عربيات النقل رافعه وينش معدي في طريق اسكندريه الصحراوي عند اسكندريه في منطقه العامريه تحديدا دخل في كوبري عبور مشاه من الكباري اللي معموله جديده اللي بتقطع الطريق. السواق قرر انه ياخد الطريق ده كله. يعني انا بحاول نوصل دلوقتي المعلومات يمكن السواق النيابه انا سمعت ان طلع قرار هنحاول نتاكد دلوقتي انه تحول للتحقيق ولازم يتحقق معاه طبعا ولازم يعاقب. من الصبح عمالين نجمع معلومات ونعرف ايه اللي حصل ونعرف الموضوع كان عامل ازاي. لكن في الاخر يمكن الفيديو حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشه اليوم السابع الصبح لانها منزله الفيديو وقالت الحادثه حصلت الساعه كام. بدانا نبص وبدانا نعرف لقينا ان عربيه رافعه معديه دخلت في الكوبري بوم وقعت الكوبري. انا كمواطن بسال اسئله عاديه يعني واكيد حضراتكم هتبقوا معايا في نفس الاسئله. هو الكوبري ضعيف لدرجه ان العربيه لما هتخبط فيها توقعه وينهار بالمنظر ده؟ على الرغم ان كوبري حديد يعني كوبري مشاه كله حديد هو ما اتقسمش نصين مش باين ان هو مقسوم نصين. بعض الاخبار قايله ان الكوبري اتقسم نصين وبعض التاني قال لا. بس انا بالنسبه لي الفكره هو الكوبري ضعيف لدرجة ان انت رفع او اي حاجة هتخبط فيه هتوقعه. طبعا عربية قوية وخبطة مش صغيرة. لكن خلينا نبص على الصور كمان يمكن كان في صور كتير موجودة وهي الصور حضراتكم بتشوفوها كمان على الشاشة. حاول يا جماعة نجيب الصور اكبر شوية على الشاشة كلها نبص عليها عشان الصورة تبان. بصوا المنظر يا جماعة ايه ده؟ الكوبري اتقسم الكوبري اتفك من مكانه. هل الكوبري ضعيف لدرجة انه يتفك بالمنظر ده ويقع في الشارع على العربيات؟ يعني هل انهيار الكوبري او يعني الكوبري ممسوك بحاجات ضعيفة لدرجة ان الكوبري يقع ينهار بالشكل ده من خبطة عربية او هي الرفعة اللي خبطت العربية وينش خبط دخل في الكوبري؟ طبعا السواق يعني احنا يعني ربنا يشفيه الاول ونفهم بقى ايه اللي كان في الدماغ. يعني الدماغ كان فيها ايه وهو معدي وعارف انه هو شايف المنظر ده والوينش عامل ازاي والمنظر ده موجود ومعدي بالعربية ولا هو دريان ان هو سايق وينش مش عارف.